كمان النجم السولية بيجري أشعة على العضلة الأمامية، لعيبة كبيرة جدا بنحتاجها وبعد كده بتروح مننا. عمرو السولية لاعب الفريق الأول بيخضع الأشعة على العضلة الأمامية اليوم بعد شكوى من بعض الآلام خلال مشاركته في التدريبات، برضو هنطمنكم عليه من خلال كريم أحمد. كريم أحمد معايا على التليفون، زميل العزيز كريم، أهلا بيك. اهلا بك يا كابتن ميدو، برحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. عايز ابدا معاك طبعا في البدايه بشريف اكرامي، بالفعل يمكن خساره كبيره في توقيت صعب جدا زي ما شريف قال. كان شريف صرح بالفعل وتاكدنا كمان عقب هذا التصريح بغياب شريف مازق في السمانه النهارده. يمكن كان خلال التقسيمه يا كابتن ميدو ما كانتش كوره مشتركه، لكن كان في سبرنت يمكن قوي شويه شريف اكرامي بيعمله، فجاه يمكن فرق شويه الجهاز واللعيبه كلهم مباشره توجهوا لشريف. كان واضح ان هي حاجه في السمانه، لكن مش متخيلين ان هي ممكن تبقى مزق بدرجه كمان من الدرجه الثانيه، يقعد من 4 لـ6 أسابيع، خساره كبيره. لكن شريف اكرامي ان شاء الله باذن الله يعني كل الاصابات وسوء التوفيق الكبير اللي بيقابل الفريق النادي الاهلي، يمكن اصابات متلاحقه، كل اللعيبه اللي بترجع يمكن بتنزل بعض المباريات نظرا للتلاحم الكبير وبتعود ثاني الاصابات. لكن من الاشياء اللي مطمئنه الحمد لله كابتن ميدو ان بيرجع لنا كل مباراه بيرجع لنا. النهارده عايز اكلمك على المران، محاضره كالعاده ومحاضرات مكثفه بالمستر مارتن اسارتي. خلينا يا كريم، مش عايز اقطعك انا اسف، بس خلينا ناخد الشناوي. الشناوي دلوقتي جاهز، الدنيا بالنسبه للشناوي ايه ولطفي ايه؟ لا اكد لك جاهزيه الشناوي. النهارده الكابتن طارق سليمان كان الحراس بيشارك، يمكن مصطفى شوبير، الشناوي، علي لطفي، شريف اكرام. الشناوي بياكد الجاهزيه وبيعود النهارده شارك في تدريبات الكره. هي الخساره طبعا شريف اكرامي بيبقى في نقص عددي بالنسبه للحراس، ويمكن الشناوي كان في المباراه الاخيره زي ما انت شفت وطلع من المباراه بعد وجوده في التشكيل الاساسي. لكن بشكل عام بعد خروج شريف اكرامي من حسابات القائمه مباراه بتروجيت، الشناوي ان شاء الله بيعلن جاهزيته نظرا لتدريبه الجيد النهارده. وسؤالنا كمان كابتن طارق سليمان والجهاز الطبي على مدى جاهزيته الطبيه، لا بالفعل ان شاء الله غدا يكون الشناوي متواجد في التدريب تدريجيا حتى يوم الاثنين، يوم مباراه الاهلي وبتروجيت على استاد بتروسبورت. التدريب بشكل عام النهارده كابتن ميدو فقرات اكثر من فقره تدريبيه لمستر مارتن اسارتي وايضا كمان اليخاندرو مخطط الاحمال. النهارده يمكن كان واضح ان في يعني تدريبات خفيفه، لكن في نفس الوقت بتساعد اكيد على الحفاظ على اللياقه البدنيه نظرا للتلاحم وضغط المباريات الكبير. مستر مارتن ايضا كمان النهارده خصص اكثر من فقره بالكره، 40 دقيقه او 45 دقيقه بالكره، كلها يمكن عباره عن تقسيمات مصغره. النهارده عمل تقسيمه ايضا في منتصف الملعب، هو دارس بشكل كبير من خلال رؤيته خلال الايام الماضيه لفريق بتروجيت. النهارده كمان يمكن فريق بتروجيت اتهزم بنتيجه 2-1 من الجونه، كمان هتبقى في المباراه دي اكيد غدا مستر مارتن هيكون له رؤيه بالفيديو مع اللاعبين. لكن واضح ان هيكون في ضغط على لعيبه بتروجيت، هو راجل قاري بشكل كبير. النهارده كان في كروسات، كان في شوتنج على الجون، في بعض التمركزات مارتن اكد عليها، جلسه مع جيرالدو 5 دقائق، كمان رمضان صبحي كان في جلسه مهمه جدا معاه. الراجل بيحاول ان هو طبعا يشرح فكره التكتيكي لتطبيقه خلال المرحله القادمه وبالتحديد انطلاقا ان شاء الله من مباراه بتروجيت. المصابين كالعاده كابتن ميدو كله في التاهيل، يمكن السولية ايضا كمان النهارده اشتكى من العضله الاماميه رغم ادائه المميز والجيد في المران. ان شاء الله ايضا كمان نطمن عليه من الاشعه. حسام عاشور، محمد نجيب، وليد سليمان، عمرو جمال، الكل يمكن ماشي في البرنامج الموضوع ليه. ان شاء الله كل اللعيبه تعود لنا ويكتمل قوام النادي الاهلي خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو. تمام يا كريم، انا عايز اسالك اول مره يعني اشوف ترابيزه البنج اللي بنلعب بيها الكوره بالهيدرز دي، ايه سببها؟ ايه سببها؟ هل هي من مارتن لاسارتي كان عايزها تحديدا زي احنا بنعرضها دلوقتي للساده المشاهدين؟ هل ليها هدف معين؟ هل هو جابها ولا هل هي حاجه ترفيهيه للعيبه؟ والله يا كابتن ميدو انت عارف طبعا خبرتك الكبيره وانت كنت احد النجوم للنادي الاهلي، الضغط والتدريبات والمباريات والتلاحم الكبير ده جدا، ده فكره اكيد للمدير الفني والجهاز الفني بالكامل ان يكون في بعض الامور الخاصه بالترفيه اللاعبين. في البدايات انت عارف اللعيبه بتكون متواجده قبل التدريب، بيحاولوا ان هم يلعبوا بالكوره على دكه، على الدكه طبعا المتواجده في مختار التتش او بعض لمسات الكوره البسيطه، يمكن دي بتسهل على اللعيبه بشكل كبير يطلعوا الحاجات اللي طبعا اللي عندهم بالنسبه للمهارات، حاجات طبعا بتبقى كلها ترفيهيه للاعبين. وفي نفس الوقت ايضا كمان بيبقى فيها اتقان جامد جدا للمهارات بالهيدرز ايضا كمان بالشوتنج، لكن ده اعتقد بشكل كبير هيكتم ميدو للتلاحم والضغط الكبير، كل يوم تدريب، كل 48 ساعه مباراه، سفر. النادي الاهلي كمان بيحضر لمباراه فيتا مع مباراه بتروجيت، يعني ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز، وان شاء الله باذن الله المرحله اللي جايه باذن الله النادي الاهلي يستمر في ادائه المميز اداء ونتيجه، ان شاء الله النادي الاهلي يكون موفق. كابتن ميدو ما جربتش الترابيزه دي يا كريم؟
لا والله لا يا كابتن ميدو، لا ما جربتهاش للاسف. كريم قول لي، مارتن لاسارتي في بعض المشاهد اللي بيشوفها الساده المشاهدين دلوقتي قاعد بجلسات منفرده مع اللاعبين، يعني شفناه مع رمضان صبحي، شفناه مع جيراودو، هل كان في سبب معين؟ هل الموضوع ده هو متعود عليه؟ بالظبط يا كابتن ميدو، يتعود، ويمكن ده في الخطه واسلوبه اللي بيتعامل بيه مع اللعيبه. الراجل يمكن درب سواريز نجوم كثيره جدا تحت قياده مستر مارتن لاسارتي، بيجيد هو التعامل مع اللاعبين الخبره واللاعبين الشباب واللاعبين الكبار، بنشوفه بشكل يمكن يعني على طول متواصل، بيقعد مع اللعيبه بشكل كبير، كل تدريب لازم يكون في 2 3 4 لعيبه بيقعد معاهم، التحفيز المستمر، الكلام على الاخطاء، تصحيح الاخطاء، الراجل عنده فكر بيطبقه، بنسمع في التدريبات وبنشوف في التدريبات، عنده فكر كبير وعنده فكر مهم، لكن برضه الظروف والجدول الدوري والمباريات والتلاحم الكبير مش بيساعده ايضا كمان مع الاصابات اللي بتقابلنا يا كابتن ميدو، لكن بشكل عام مع اكتمال قوه النادي الاهلي اللي ضاربها بعوده وليد ازارو ووليد سليمان واحمد فتحي يدخل كمان الفتره اللي جايه، كل اللعيبه بشكل عام هيكون احسن من اللي الناس بتشوفه، احسن من الجمهور بيشوفه، ان شاء الله باذن الله كمان يكون التوفيق معانا خلال المرحله اللي جايه يا كابتن ميدو، ان شاء الله النادي الاهلي كعادته يكون في المركز الاول ويحافظ على صوره لقب الدوري العام. يا رب. شكرا جدا زميل عزيز كريم احمد، دايما مميز جدا في